لمعرفتي وكوني في الساحة الشيعية لا أدرك هذا الأمر. هناك تنافس طبيعي بين الجهات المنتمية إلى مختلف المراجع، كل جهة تنتمي إلى مرجع تريد أن تكون ساحة مرجعيتها هي الساحة الأوسع، لكن بين المراجع أنفسهم ليس هناك خلاف، هناك اختلاف في الآراء، هناك اختلاف في بعض المواقف، لكنها تبقى في حدود الاختلاف العلمي وضمن الضوابط الشرعية. نعم.